لما يقول هو بين التشكيك والتقديس يمارس البعض اللعبة، فيقوم يعملوا ايه بقى؟ تغييب، بيقول كده بالنص: يصنع البعض من المؤرخين أسوأ الكوابيس التي تقتل الأمل لدى الشباب في الحاضر. أليست هذه جريمة؟ ده لو حد مد ايده خد من جيبك 10 جنيه تسجنه، امال لما يمد ايده في دماغنا وياخد الذاكره نعمل فيه ايه؟ ما هو الهدف لمؤاخذه يعني؟ فيا سيدي لماذا اخترت ها ان تشوه البطل بدلا من، مش كان اختيار، مش ذاكره؟ ما الذي تريد ان تفعله بذاكره؟ لا، والبطل الضابط لا تنسى، في قصه، في هدف. ده احنا غنينا قولوا لاعرابي، مش كان عبد المطلب وعبد الوهاب في الاغنيه الوطنيه بيقولوا قولوا لاعرابي خدنا بطارك من الخنوك، خرج الغاصب اللي شرانا من اللي باعوك. ويقصد ان الضابط حافظ ابراهيم الذي كان ضابطا، الضابط احمد عرابي، محمد عبيد اللي انا يعني افتكره اقعد اقرا الفاتحه لغايه دلوقتي، هذا البطل المساعد لاحمد عرابي لما يقف على صخره ويقول لزملائه في التل الكبير: لقد خدعنا، انصرفوا انتوا علشان ما يضربكوش في ظهركم، وانا هقف على الصخره اضرب فيهم عشان تبعده. ويظل يضرب، فيصل اليه كتائب الجيش الانجليزي فيقولوا: يا الهي، هذا الرجل لا يوجد في جسده سنتي ما فيهوش رصاصه، ومع ذلك كان يضربنا لاخر لحظه، فكيف ظل واقفا؟ ولما يوصلوا لي اسندوه يقولوا لو استشهد يضربوا له السلام سلاح، لانه بطل عظيم. هو احنا دلوقتي شغلتنا فقط ضرب الذاكره وضرب صوره البطل، وخصوصا البطل الضابط. ما نحاولش ابدا. ليه؟ لانه اللعبه بتتعمل بتتصنع بالراحه قوي على الفكر الذي يسود على نار هادئه.